بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. طلب مني أن يكون حديثي عن الصلح، فالحديث عن الصلح حديث ذو شجون، حديث ذو شجون من عدة جوانب. الجانب الأول أنه القيمة الدينية التربوية الاجتماعية التي يحتاج إليها الناس في حياتهم، ومن جهة أخرى أن الواقع المعاصر أفرز العديد من الهموم والعديد من المشكلات والأزمات التي تحتاج إلى صلح. من جهة أخرى أيضاً أن هذه الهموم وهذه النزاعات معقدة جداً، وتعقدها يعود إلى تعقد الحياة. وشرعنا الحنيف من خلال الوحيين الكتاب والسنة الإرشاد واضح جلي في الوحيين في الكتاب والسنة إلى ضرورة تمثل قيمة الصلح ميدانياً عملياً في جميع المجالات. فما لا يدرك كله لا يترك جله. أذكر بعض النصوص الشرعية. قال الله تعالى في سورة الأنفال في الآية الأولى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، إشارة إلى أن التقوى رأس الأمر كله. التقوى صمام أمان لدوام الصلح من جهة، ومن جهة أخرى تمثل التقوى الجانب الوقائي، فالوقاية خير من العلاج. الذي يتقي الله ينأى عن النزاعات، بل يتسامح يتنازل. نستحضر قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. درجات الارتقاء إلى الله عز وجل واضحة في أي القرآن. والكاظمين الغيظ درجة محترمة، ليس الشديد بالسرعة كما في الحديث، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس درجة أرقى وأعلى. والله يحب المحسنين. ونقرأ في سورة النور: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. نقرأ الآيات. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح حينما اجتمع الناس الذين أخرجوه عنوة من مكة المكرمة وهي أحب أرض إليه: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. ثم قال لهم: لا أقول لكم إلا ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. نقرأ في قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. آيات كثيرة ترشدنا إلى الوقاية، والوقاية خير من العلاج. وإذا حصل نزاع يأمرنا الله عز وجل بالنزول عند حكم الله عز وجل في آيات عديدة، في مثل قوله تعالى في سورة النساء الآية 35: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وفي سورة النساء الآية 65: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لاحظوا، هذه الآية القرآنية لم تحدد طبيعة للنزاع. سبق في علم الله أن النزاع يقع بين الناس، فقال: فلا وربك لا يؤمنون إلا بالشروط الآتية. الشرط الأول: حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
الشرط الثاني ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وهذا هو التسليم النفسي، القبول النفسي، الرضا النفسي. ثم قال ويسلم تسليما، وهذا هو التسليم الظاهري، التسليم الظاهري. إذن هذه الآية، الآية 65 من سورة النساء، وفي السورة نفسها نقرأ الآية 114 الأخيرة: في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ونقرأ في السورة نفسها الآية 128: والصلح خير. آيات عديدة، وفي سورة الحجرات الآية 10، وآيات عديدة ترشدنا إلى تجذير قيمة الصلح في نفوسنا، في قلوبنا، لنحيا مع الصلح ويحيا معنا. ونقرأ في السنة النبوية المصدر الثاني للتشريع، نقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي خرجه الإمام أبو داود في سننه: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. وهذا الحديث خرجه الإمام أبو داود في سننه، رقم الحديث 4919. ونقرأ في البخاري في صحيحه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورقم الحديث 2693، حينما أخبر بأن نزاعا قد وقع بين أهل قباء، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بنا نصلح بينهم. فهو إمام المرسلين وإمام المصلحين، كيف أنه بادر إلى الصلح عند أول النزاع وهو يتقدم الصحبة الكرام: اذهبوا بنا نصلح بينهم. فالآيات كثيرة والأحاديث كثيرة، ولكن ما هو المطلوب منا؟ نحن مطالبون أولاً بعدم الوقوع في النزاع، فذلك أفضل. والآيات التي ترشدنا إلى هذا المسار: ادفع بالتي هي أحسن، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذن كل هذه النصوص القرآنية تأخذ بقلوبنا وأيدينا إلى عدم الوقوع في النزاع أصلاً. ولكن إذا حصل أن وقع النزاع، سواء كان هذا النزاع أسرياً، اجتماعياً، عقارياً، مالياً، مهما كانت طبيعة النزاع، القرآن يأمرنا بضرورة التصالح والتسامح وطهارة القلوب ونقاء القلوب، لأن الله قال لنا في أي القرآن كما في سورة الشعراء الآية 88 والآية 89: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فسلامة القلب شرط النجاة، سلامة القلب شرط النجاة، إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا أمر أول. والأمر الثاني: ضرورة التصالح والتسامح والنزول عند حكم ورأي المصلحين. والأمر الثالث: ضرورة تقديم التنازلات، لأنه لا يمكن أن يتحقق التصالح عند التنازع إلا بالتنازل. قاعدة ذهبية نحتاج إليها في هذه الحياة: لا يمكن أن يتحقق التصالح عند التنازع إلا بالتنازل. فتقديم التنازلات هذا شرط الأساس. نبينا صلى الله عليه وسلم أشرنا قبل حين إلى فتح مكة، كيف أنه قالهم: اذهبوا وأنتم الطلقاء. وفي صلح الحديبية قدم تنازلات كثيرة ليعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الصالحين والصالحات والأقوياء والأوفياء والمصلحون هم الذين يتنازلون. ولو كانوا في موقع القوة تنازل كثيرا في صلح الحديبية، ولكن في الوقت نفسه
كانت له نظرة كما نقول في اللغة المعاصرة، نظرة مستقبلية استشرافية، كيف أنه رجح المقاصد الكبرى والمقاصد العليا التي تمكنه من نشر الإسلام، من استثمار فترة الصلح وفترة الهدنة من أجل تحقيق البعد العالمي للدعوة الإسلامية من خلال مراسلته للزعماء وقادة العالم يومها: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. إذن البعد العالمي للدعوة الإسلامية تحقق في فترة الصلح التي كانت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان رائدها في صلح الحديبية، وتفرغ أيضاً في فترة الهدنة لبناء الرجال، لبناء الرواحل، فبناء الركائز مقدم على بناء المراكز، بناء الركائز مقدم على بناء المراكز. فالرواحل مهمة جداً، لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم استثمر فترة الهدنة في بناء الرجال الذين يتحملون الدعوة الإسلامية ويؤدونها ويبلغونها بالحكمة، كما قال ربنا في سورة النحل الآية 125: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أولئك الرجال الذين كونهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين أشرف على تكوينهم وتأطيرهم، هم الذين نصروه، لقوله تعالى، والآية كثيرة، نقرأ في سورة الحشر الآية 8 تحدثت عن المهاجرين: أولئك هم الصادقون. والآية 9 تحدثت عن الأنصار ومن خصالهم المذكورة في الآية 9: يحبون من هاجر إليهم، ومن خصالهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهؤلاء هم الرواحل الذين صبروا، وقد نزل القرآن في حقهم: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إذن تفرغ لبناء هؤلاء، ونحن أمرنا في أي القرآن كما في الآية 10 من سورة الحشر: لكي لا ننسى فضل السابقين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن هؤلاء الصحب الكرام أشرف على تكوينهم وتأطيرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أهلاً، كانوا أهلاً لخدمة الدعوة ولخدمة ميراث النبوة ولنشر الإسلام والصبر على كل الأهوال وألوان الأذى التي تواجههم. إذن نحن الآن في هذا الزمان مطالبون جميعاً بتجذير قيمة الصلح، ولا يتحقق ذلك إلا بتحويل تلك القيم الواردة في الوحيين إلى مشاريع متحركة في المجتمع. أعيد، نحن مطالبون بتحويل هذه القيم التي احتوت عليها نصوص الوحيين إلى مشاريع خيرية إصلاحية متحركة في المجتمع. مساجدنا، مراكزنا، مواقعنا، لابد أن تؤدي هذه المساجد هذه الرسالة. فالمساجد لها رسالة تعبدية، إيمانية، تربوية، اجتماعية، تعليمية، ولكن أيضاً تؤدي رسالة إصلاحية. فالجامع خادم للمجتمع، الجامع لابد أن يحقق رسالة الإصلاح في المجتمع. زوايانا، مدارسنا القرآنية المبثوثة على مستوى القطر الجزائري والمبثوثة على مستوى الأمة، لأننا نحن أمة واحدة،
نحن حقيقة ننتمي إلى الأوطان، ولكن في الوقت نفسه ننتمي إلى الأمة التي قال عنها ربنا جل جلاله كما في سورة البقرة الآية 143: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ولا يمكن أن نحقق شهادتنا على الناس إلا إذا كنا حاضرين لا غائبين، فحضورنا هو الذي يرفع من أقدارنا، لأن هذه الآية التي تلوناها على مسامعكم تفيد التشريف والتكليف، تشريف من جهة هذه الأمة الشاهدة على الناس لتكونوا شهداء على الناس، ولكن في الوقت نفسه تثقل كواهلنا بالتكليف وبالتكليفات وبالتكاليف لتكونوا شهداء على الناس، لأن الشهادة تقتضي الحضور، لأن الشهادة تقتضي الحضور. وما ورد في الآية 143 من سورة البقرة نجد له مثيلا في آية أخرى، في مثل قوله تعالى في سورة آل عمران الآية 140، الآية 139، 140، ربنا قال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ونقرأ أيضا في سورة النساء الآية 41: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ويذكرنا ربنا بانتمائنا للأمة كما في سورة الأنبياء الآية 92: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي آية مشابهة سورة المؤمنون الآية 52: وأن وإن قراءتان، هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. إذن هذه الأمة الشاهدة على الناس مطالبة بالحضور، مطالبة بالحضور، فكل جزء من أجزاء الأمة يصاب بمصيبة، يصاب بأذى، لا بد أن نتأثر لهذه الإصابات، لا بد أن نتألم لما يصيب أمتنا من ألوان الهوان، من ألوان النكسات والضربات. الأمة الشاهدة على الناس تضرب الآن بأقزام الأمم ووحال الأمة، ولا بد أن تنهض من جديد. نحن نؤمن بأن الصادق المصدوق أنبأنا بأن هذه الأمة لن تزول. استمعنا قبل حين إلى قوله تعالى في سورة آل عمران: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. قروحنا كثيرة، جراحاتنا كثيرة، آلامنا كثيرة، إصاباتنا عديدة، ولكن لا نيأس من روح الله. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. والصادق المصدوق كما في الحديث الذي خرجه الإمام الحاكم في مستدركه: أمتي أمة المرحومة. والحديث نفسه أورده الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث 9550: إن هذه إن أمتي أمة المرحومة، بإضافة إن، فأمة الإسلام أمة مرحومة، ولكن تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى حضور ميداني، هذا الذي يؤهلها لخدمة البشرية. نحن في النهاية ننتمي إلى البشرية، إلى الأسرة البشرية. ربنا قال في سورة الحجرات الآية 13: وكذلك جعلناكم شعوبا وقبائل وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لا لتناكروا، لا لإثارة الفتن ولا لإثارة الحروب، لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الحديث الشريف: كلكم لآدم وآدم من تراب. إذن ننتمي إلى هذه الأسرة البشرية. وإذا أردتم الاختزال أقول لكم سادتي: نحن ننتمي إلى الحومة كما ننتمي إلى الأمة، فانتماءاتنا تنطلق من الحومة،
وتتمدد وتمدد إلى الوطن ثم إلى الأمة ثم إلى الأسرة البشرية قاطبة. وهذه رسالة المسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين كما في سورة الأنبياء الآية 7 بعد 100 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهو يقول عن نفسه إنما أنا رحمة مهدات. فالنزاعات كثيرة في أوطاننا، كثيرة في مجتمعاتنا، في أحيائنا، في قرانا، في مدننا. لذلك نحن مطالبون بالتعاون جميعا، لقوله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، من أجل تقديم مشاريع خيرية إصلاحية للمجتمع لإنهاء النزاعات وديا. والحمد لله الوسائل كثيرة والمساجد عامرة والمؤمنون كثر، كل ذلك مظهر صحة في أمتنا، ولكن نحتاج إلى الفاعلية، الفاعلية التي تجعلنا نستنهض الهمم من جديد لمواصلة مسيرة الصلح والإصلاح التي بدأها الأنبياء والمرسلون وختمها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو إمام المرسلين وإمام المصلحين. والصلح خير، والسلام عليكم ورحمة الله.